توافدت الجماهير الصحراوية صباح اليوم الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف بسلا المغربية، أين يمثل الجزء السادس من مسرحية محاكمة معتقلي قديميزيك، حيث افتتح الشكل النضالي بنشيد النار والحديد لتصدح حناجر الجماهير الثائرة بشعارات ثورتنا المجيدة. هذا وقد عرف الشكل النضالي حضور الشيوخ والشباب والنساء والأطفال في صورة تجسد مدى تماسك وارتباط هذا الشعب الأبي بكل أطيافه. وفي شكل نضالي راقي رفعت الجماهير الصحراوية يافطات كتبت عليها عبارات مقتطفة من تقرير منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. الإعلام المقاوم هو الآخر كان حاضرا رغم صعوبة الظروف لتغطية هاته المحطة النضالية وإيصال صوت المتظاهرين إلى أبعد الحدود. من جهتها حاولت البلطجة المغربية التشويش على الشكل النضالي المطالب بإطلاق سراح معتقلي قديميزيك ومن خلالهم كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين. وفي إطار مسرحية محاكمة معتقلي قديميزيك وبعد 6 ساعات من افتتاحها رفعت الجلسة للمداولة في أحكام الصحراوية. تعلن أكثر من أي وقت مضى، تعلن على عزمها وإصرارها من أجل مطالبة بإطلاق سراح معتقلي قديميزيك ومن خلالهم كافة المعتقلين السياسيين على طول خارطة السجون المغربية. عيش شبابيت لشبكة انتفاضة ماي من سلا المغربية.